بوجبا يصاب ويفاقم معاناة مانشستر يونايتد. انسحب بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد من صفوف المنتخب الفرنسي بسبب إصابة في الفخذ، وذلك قبل آخر مباراتين للمنتخب في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات مونديال قطر 2022. وتعرض بوجبا للإصابة خلال تدريبات أمس الاثنين، وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما سيغيب عن صفوف المنتخب في مباراتي كازاخستان وفنلندا. وأعلن المنتخب الفرنسي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أنه نتيجة لإصابة بول بوجبا في الفخذ اليمنى فإنه سيغيب عن المباراتين المقبلتين. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا أنه جرى استدعاء جوردان فيريتو لاعب روما ليحل محل بوجبا قبل المباراة المقررة أمام كازاخستان التي تحسم نقاطها الثلاث تأهل فرنسا إلى نهائيات كأس العالم. ويتصدر المنتخب الفرنسي حاليا المجموعة الرابعة بفارق 3 نقاط أمام نظيره الأوكراني صاحب المركز الثاني، وبفارق 4 نقاط أمام فنلندا التي تحتل المركز الثالث. ويخضع بوجبا لإيقاف يحرمه من المشاركة في المباراة المقبلة لمانيو في الدوري الإنجليزي الممتاز المقررة أمام واتفورد إثر طرده في المباراة التي خاضها أمام ليفربول. ورغم الأزمات والكبوات التي يتعرض لها الشياطين الحمر بعد خسارتين مباراتين متتاليتين أمام الليجر ومانشستر سيتي، فإن النرويجي أولا جونار الذي يترقب أي أخبار عن مستقبله فاجأ الجميع بإعطاء الفريق اللاعبين والجهاز الفني إجازة تمتد إلى 7 أيام كاملة.